يا شباب بس انتبهوا يا انا اذا اشرح لكم شرح يفيدك ان شاء الله لحد سنه سادسه، فانتبهوا معايا هذا الشيء لازم يفيدك، لان بالامتحان يجوز تجيك اسئله تي سي جي تخربط فيها، على الاقل تضمن لك 4-5 اسئله مجاوبها صح 100%. واضح؟ طيب شباب البي ويف هذه، بي ويف طبعا وينها هذه؟ اذا تشوفون هذا كل لون مقطع ماخذ. في عندنا كلمه انترفال، انترفال، وفي عندنا كلمه سيجمنت. شو الفرق بينهم؟ شنو معنى انترفال وش معنى سيجمنت؟ مقطع معناه باللغه العربيه، انترفال يعني ما بين بين، يعتبر ما اعرف ايش صراحه ترجمته باللغه العربيه 100%. الانترفال هي عباره، شوفوا، موجه ويف زائدا هذا السيجمنت. راح يقول دكتور اوقف انا تخربطت، هسه نفتهم. اذا هاي البي ويف، البي ويف شوفوا صعود ونزول بالاي سي جي نسميه موجه ويف، موجه خط عدل هذا سيجمنت اللي بعد الموجة يعني. هسه هذا المقطع كله شو نسميه؟ هذا هاي موجة وهاي موجة، بيناتهم شنو؟ سيجمنت، مقطع. طيب وهذه شو نسميها؟ صعود، موجة. فمقطع واحدة سيجمنت يعني فقط المسافة بين الموجتين، شو نسميها؟ سيجمنت. طيب السيجمنت هذا كله مع الموجة كله شو بنسميه؟ عافية، انترفال. واضح؟ فما يقول لك بي ار انترفال يعني هذه كلها، مفهوم؟ لو قال لك بي ار انترفال اذا هذه ايش؟ قلت المقطع لحال النص الواقف. لا 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 لا، مقطع سيجمنت، مقطع سيجمنت، سيجمنت باللغه العربيه اذا ترجمه ايش يطلع معناها؟ طيب وهذا النص. طب اذا كلها يعني حط لي السيجمنت ويا البي ويف، شو تسميها هذه؟ هو انت قلت انترفال لحالها، هذا ايش اسمه؟ لا لا، هي انترفال يعني موجه مع ايش؟ مقطع، هذا السيجمنت. واضح؟ فلو قال لك كلها البي ار كامله، هذه كلها كلها الموجه والسيجمنت، شو نسميه؟ انترفال. واضحه الفكره؟ لو قال لك فقط بي كيو مثلا سيجمنت او هذا، يعني شنو معناته؟ فقط المقطع، مفهوم؟ هذه بس بي ار لحالها ايش هي؟ بي ار انترفال لو سيجمنت لازم يكتب لك يعني، بس هي بالمعنى هسه راح تجي معنى واحد هسه نفهمه. واضح؟ بس حتى تعرفون مصطلحات، لا تخاف من كلمة سيجمنت أو انترفال تفهمها. شنو بعد عندنا سيجمنت؟ هذه موجة اسمها S، وهذه موجة شو اسمها؟ T. شنو هذا السيجمنت راح يصير اسمه؟ عافية، ST سيجمنت. هذا مهم جدا، ليش؟ لأنه راح نجي على أمور راح نعرف من خلالها أهميتها. واضح الفكرة؟ فهسه نعرف. المهم هسه نتذكر أول موجة بالإي سي جي هي P wave، ثاني موجة، موجة ها مو سيجمنت، ثاني موجة كيو آر، ثالث موجة، رابع موجة يو. عافية، 100%. تمام. البي ويف شو تمثل لك؟ لو شفت بي ويف شنو تمثل لك؟ عافية، الأذينات، صح يا منسي، بس الأذينات انقباض الأذينات. طيب كيو آر إس شنو؟ انقباض البطينات، فنتريكل. تمام. اذا تعرف هاي المعلومه تحل لك معضله بالاي سي جي كبيره، بس هذه المعلومه. بي انقباض، مش اتريوم كله ريلاكسيشن، لا فقط انقباض الاتريوم، والكيو ار اس فنتريكل. كنت في المحاضره قلت لهم ياهو الاخطر، مشاكل الفنتريكل لو الاتريوم؟ شو كان تصورون مشاكل؟ ياهو الاخطر صار عندك مشكله بالفنتريكل لو بالاتريوم؟ بالبطينات لو بالأذينات؟ بالبطينات. أنت من اللي يضخ حجم دمك، الأذين لو البطين؟ ترى الأذين وظيفته فقط بفعل إيش؟ الجاذبية، ينزل 3/4 الدم إلى القلب، فقط يوصل دم من الأذين إلى البطين، فهذا الأذين. وشوية راح يبقى دم عاصف الأذين يضغطه بالأخير ويضخه، بس حتى لو خسرت وظيفته ما راح يموت المرض، ليش؟ بطينات تضخ الدم. لكن لو راحت البطينات الكيو ار اس لو تدمر خطير جدا، اذا راح يدخل في حاله صدمه شوك، لان ما في ايش؟ دم ده ينضخ. فاي شيء بي بطينات هو اخطر. واضح؟ الاذينات خطورتها دائما مش انه المريض، شوف هذا المصطلح عليكم تحفظه، يدخل بشغله اسمها هيمودايناميكلي انستابل. دكتور شنو هيمودايناميك؟ حركه السوائل، يعني حركه السوائل غير مستقره، نقصد شنو بها؟ ضغط الدم. فلما يقول لك مريض عنده هيمودايناميك انستابل، يعني تصور هذا عنده مشكله بالفنتريكل ولا بالاتريوم؟
فنتريكل يا شباب، يعني عنده مشكلة في البطينات ولذلك غير مستقر ضغط الدم عنده. تمام؟ واضح الفكرة؟ أما الأتريوم فمشاكلها عموما ما تأثر لك على إيش، انخفاض ضغط الدم أو دخل شوك، لكن ممكن يصير بها خثرات داخل الوذينات، لأنه الدم راح يركض، لما راح تدفع راح يظل شوية دم يظل يركض يتحول لخثرات، وممكن تنزل في الفنتريكل وبعدين تروح للإيش للرأس تسوي لك جلطات أو غيرها. واضح؟ فالأذينات خطر الجلطات موجود، أما البطينات خطر موت مفاجئ. واضحة الفكرة من هذا الكلام؟ مفهومة هذه؟ واصلة للكل هذه؟ تمام. طيب راح أشرح أسأل سؤال على السريع. أنتم بارح كنتم موجودين صح؟ كلكم أنتم موجودين. شرح لكم دكتور عبد الله عن الأي في بلوك، تتذكرون؟ كان بها ثالث نوع وثاني نوع وأول نوع. قبل ما راح أشرح، ياهو كان بانفصال تام. طب ياهو أخطر من الأي في نود بلوك؟ الثالث. ليش؟ عافية، لأن الفنتريكل إيش راح يصير؟ راح يشتغل لحاله، ما في عنده لا أس أي نود ولا أي في نود. يعني دكتور ممكن يتحول إلى اضطرابات في الكيو آر إس ويتوقف الفنتريكل؟ 100% أصلا. واضح؟ ثواني، اذا كان الثلاث هذا بيصير الهيد تاجر، يعني ايش الفنتريكل ما ليش هو عنده اي في نود واس اي نود تتحكم؟ عشان لا يخربط لحاله. طب انت عفته بس على البندلز، نهايته سودة. هذا واضح؟ ومريض اللي عنده ثير الدقري، اذا ما نحط له جهاز اي في نود خارجي عباره عن مثل بطاريه وجهاز يسموه بيس ميكر، بيموت يموت، ما بيعيش لحاله. اعرف الفكره، بيموت يموت. هسه راح نجي عليها طبعا بس حتى تفهمون. فاي مشكله بالفنتريكل تعتبر ايش؟ خطره. مفهومه هذه؟ وضحت لي هنا انا. فهذا انقباض. طيب دكتور لعد، هذه التي ويف ايش؟ هذه التي ويف تي ويف هي عمليه الريلاكسيشن او الايش نسميها دي اسف ري بو عافيه بولارايزيشن. طيب هاي عملت زين. اليو ويف شنو يا دكتور؟ اليو لا عافية. هذه واحد يقول لي دكتور زين التي ويف، التي ويف هذه راحت الفنتريكل لو راحت الاتريوم او راحت الاذينات او البطينات؟ لا اصبر، البطينات. طب واحد البطينات لما ترتاح موجة اكبر تخرج، واضح؟ لان كهرباء اكثر في البطينات. طب واحد يقول لي اليو هذه ايش موقعها من العراب؟ راحت الايش؟ اذينات. طيب بس ثواني، فنتريكل فنتريكل ليش ما بتكون دائما ها؟ شو سالفه تكون فنتريكل لو كلمه بطين؟ ليش ما بتكون دائما؟ ما انا اخاف انه قسم انه مثلا تشتبه عدو فاقول بطينات واذينات. اذين اتريوم، بطين فنتريكل. خلاص ما دام ذا كلكم فاهمين احسن لا. بس حتى انه ما اريد يعني انه تعب، ممكن اقسم مثلا عندهم المشكله هذه فما فيها مشكله يعني. فهسه المهم انه فهمت الكلمه يعني اليو هذه للاتريوم، اتريوم، وهذه للفين تريكال. تمام. طيب شباب حتى تتذكروها الان، انت كانسان بطنك لفوق لو اذنك لفوق؟ اذنك بطنك اذنك لفوق اذنك. فاذينات لايش؟ فوق القلب الاتريوم، وبطينات بطن للاسفل. واضح؟ يلا هسه خليك من هالمثال. طيب يلا شباب هسه المهم نمشي بالشرح. هذا قلنا اتريوم وهذا فنتريكل. شنو هذول؟ راحه اثنيناتهم فتره الراحه، ريلاكسيشن او ريبولاريزيشن. الكيو ار اس والبي ويف هذول حاله ايش؟ دي بولاريزيشن، استقطاب. هنا انا موجه تمشي، بس هذا دي بولاريزيشن لمين؟ للاتريوم. وهذا فنتريكل. واضح؟ انا جاب لك كيو ار اس للفنتريكل. شو دي؟ اي صح صح صح. ديبلورايزيشن اوف ايش؟ فنتريكل. هذا ديبلورايزيشن اوف ايش؟ اتريوم. مو تخربط لي مع كلها، هي كلها ديبلورايزيشن بس ايش؟ ومو تروح تكتب لي بي ار سيجمنت ديبلورايزيشن. هذا مقطع فقط مربط
هسه نجي على البي ار سيجمنتيشن صح؟ شو؟ البي ار بالاتريوم. ها الويف ها مو تروح لسيجمنت تختار ديبولاريزيشن ريبولاريزيشن خطا. هذا فقط توصيل. هذا يسموه كلمة هاي المقاطع عسى ليش رحت لكم مقاطع عسى تفهم هذه المقاطع ايش بالاي سي جي يسموها ايش كون داكشن دكتور هذا صارت اختصاص كهرباء ايش كوندكشن توصيل كهربائي توصيل سلك توصيل فهنا بس عملية ايش توصيل طبعا ليش هنا الاس اي نود راح تبدا الموجة تروح بالايش بالاتريوم غير تروح للفنتريكل تمام هذه المنطقة من يوصل بين الأتريوم والفنتريكل؟ أي في نود عافية 100% هذه أي في نود واضحة الفكرة؟ فهذا السيجمنت بي آر سيجمنت أو بي آر انترفال إذا قال لك يا كاملة هذه شنو؟ يمثل لك الأي في نود الأي في نود هي توصل وهسه راح نجي على أي في نود تمام؟ أنا دائما الطلاب أقول أي في نود عندها وظيفتين توصيل خير عفية حبيبي صح توصيل وتأخير هسه نجيها تشوفون هنا الموجة مو رأسا راحت للفنتريكل تأخرت طبعا هذا خد زمني واضح تأخرت واضح الفكرة هنا أنا شو هسه جايها يعني عوف هسه مال الزمان طبيعية أنا هسه آخر شيء أرجع على الزمان طبيعي لأن أنت ما مطالب بها ما حثرت ما هقدر أسلوك عليها فما أريد أستخربطكم من البداية حاط لكم صورة أرجع عليها عوف هسه الأوقات ما أريد أدخلكم شغلات معقدة شو؟ الاس اي نود بداية ما شوف الاس اي نود زي مفتاح السيارة لما تشغلها ايه المحرك هو راح يشتغل ما تعتبر انه المحرك هو يعني المفتاح بس المفتاح هو بداية الايش المحرك بداية البي منين طلعت من الاس اي وين البي هاي لما صارت وين صارت بالاتريوم هذا انقباض عضلات الاتريوم مو واضح اما بدايتها كان مين SA. بداية الـ QRS شنو؟ IV node. واضح نفس الفكرة IV node بدايتها بس الـ QRS هل نعتبره IV node؟ لا Ventricle خلاص هو أنطى الشرارة بعد ليش مثل زي أنه لما حريقة فينا في بنزين وتشمر أو في يقول لك القشة التي قسم الله المهم واحد يقول دكتور الاس تي سيجمنت مين راح يبداها هذه ما لها علاقة خلاص هنا الكارديك سايكل خلصت واضح؟ هنا أنا شو راح يصير القلب هو اوتوماتيكيا راح يتاخر بعدين يرتاح هذه ما راح ادخل بتفاصيل بيها شغلات معقده بس راح يتاخر بعدين ايش راح يرتاح لحاله فهنا أنا هاي كلها فتره الراحه مفهوم اي فهذه فتره الراحه يعني ورا الكيو ار اس كله ايش هذا راحه تبدا بالتي وتنتهي باليو بس يا دكتور انا ولا مره شفت اي سي جي في يو ويف طبعا تعرفون ليش اخذوا قاعده في الاي سي جي الكبير يأكل الصغير هس مين الكبير ومين الصغير ويا خوفي لو تصير بحياتك يو ايش راح مين راح ياكلك يعني التي كان ضعيف اذا كان فيه لا مش راح نجي على حاله واحده بعدين صح 100% بس بعدين راح نجيها تمام هي 100% كلامك صح بس راح تربطها بس هنا نشوف التي لانه اكبر شو بتعمل بالبي ويف راحت نقول راحت بالرجلين فراحت اليو ويف ايش وقت تطلع الا في حاله هسه راح نرجع لها بعدين تمام قليل جدا ما تطلع بالنورمال يعني نادرا فاغلب تي ويف مفهوم زين دكتور هذا القاعده فقط تنطبق على التي ويف انا بحب اطبقها على البقيه على كيو ار اس على طبقها وراح اشوفها صح لما يصير عندك أرثمية منشأها أو افتراق ضربات القلب منشأها من الكيو آر إس تاكل التي وتاكل البي مرات واضح ليش؟ يصير موجة كبيرة تغطى على إيش؟ على الموجة صغيرة طبعا مش معناته بالحقيقة أنه مدى يصير عملية ريلاكسيشن أو عملية انقباض لا الفكرة جهاز الإي سي جي جهاز توصيل كهربائي جهاز فولتي ميتر يقيس الفولتيات وجهاز يقيس الفولتيات يقيس الفولتيات الأعلى فلو جتي من القلب كيو ار اس في فولتية عالية هل راح يقرأ البقية؟ راح يلغيها واضحة الفكرة؟ يعني هي هذه الفكرة فمن تصير كلش موجة قوية ايش راح يصير؟ راح يلغي البقية مفهوم ما راح تشوفه على الجهاز ده ما راح يقدر ينزل حتى يرسم لك موجة ثانية فهاي القاعدة تطبق فهذه لازم تفهم حتى تفتهم الباقي وضحت هنا اللي حد الآن الكل فاهم اتصور سهلة مو صعبة بس تضبطون الفكرة
طيب طب ايش البي ار اللي تحت والكيو تي هذا؟ بي ار انترفال مو قلنا عليها بي ار انترفال السيجمنت زائد موجه الكيو ار اس ويا السيجمنت ويا التي كله مع بعض موجه وسيجمنت موجتين وسيجمنت ايش نسميه؟ من الكيو حتى التي كيو تي انترفال فهسه عندنا انترفالين نحبهم كيو تي وبي ار وعندنا سيجمنت دائما يسألون عليه هو الاس تي سيجمنت لحد الان امور سهله ترى ما هسه نجي طبعا هذا شرحته ماكو داعي اعيده يعني افتهمناها ايش هذه يقول لك كوندكشن شرحت ايش معنى كوندكشن هذه الاوقات اللي سالتني عليها ما راح اسها حاليا خليها للاخير تمام طيب خلي تحبون نبدا بالايفينو ولا نبدا بالاتنو فيها طيب شباب الان شوفوا قبل ما اشرح ايش يا وارسم ايش هذه الموجه الطبيعيه اعرف الطبيعي حتى تعرف غير الطبيعي عندي طلاب يوصلون مرحله سادسه اصعب شيء بحياته شخص اي سي جي طبيعي تعرف ليش شو بيعمل يحفظ الامراض وما يحفظ الطبيعي فلما تعطي سي جي طبيعي بيطلع لك مرض بيحاول يطابق ما هو بس عنده امراض اعرف الطبيعي عشان تعرف الامراض مش تعرف العكس واضح الطبيعي شباب الطبيعي احنا لما ننزل اي سي جي طبعا انا هنا ما راح اشرح دوره اي سي جي مفصله مثلا لا لها ان شاء الله على السنوات القادمه لكن بشكل سريع الاي سي جي موجه ايش قد الهارت ريت بالاي سي جي الطبيعي 60 الى 100 تمام 60 الى 100 منو ينطيك هذا الهارت ريت الطبيعي عافيه الاس اي نود اس اي نود تمام اللي هي تبدا هي ايش قلنا رئيس الدوله اس اي نود رئيس الدوله رئيس الوزراء والجيش وبعدين اخر شيء البركنجي فايبر اللي هم مين الشعب مين دائما القوي رئيس الدولة حسب نظام الأكل هسه ما راح تقول رئيس وزراء بس رئيس الدولة الأسينون بعدين رئيس الوزراء وبعدين مين الجيش وبعدين إيش آخر شيء تصبح الشعب إيه طبعا تصير انقلابات أكيد في القلب ما لنا انقلابات ثانية طيب هسه هذا النورمال إذا تلاحظون النورمال شنو البي الموجود النورمال شباب انتبهوا البعد بين الآر ولا مش ار هذه مش ار يعني بين ار ار صح 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 100% صح صح اسف انا اخطات صح 100% البعد ايش ثابت شوفوا لو قسنا البعد هنا البعد هنا اكو فرق بالبعد هذا ايش يسموها طبعا احنا من نقيس بالقلب ايضا نقيس المسافه بين البي والبي الثاني شوفوا المسافه بين البي والبي الثاني هل اكو فرق نفسها هذا شنو معناته هذا معناته القلب ايش منتظم regular منتظم انت قلبك الان منتظم ما تحس اكو خربطه بدقات قلبك منتظم بي كيو ار اس تي بي كيو ار اس تي مسافه بيناتهم واضح خط مسافه فتره راحت ترجع مره ثانيه هذا انت اذا ايش انت طبيعي الطبيعي هارت ريت بين 60 ل 100 يعني عدد الضربات بالدقيقه من 60 ل 100 نورمال وايش يكون ريجولار منتظم وباعه without deformity دكتور هذه طلعت لنا كلمة جديدة ايش هذه deformity تشوهات شو التشوهات يعني لا QRS متشوه شكله زايد حجمه ناقص حجمه صاير شكله متخربط ولا الـ P wave متشوه حجمه ولا السيجمنتات متشوهة ولا الـ T wave مقلوبة صاعدة نازلة ولا واحدة متشوهة القصد انه يكون مثالي نفس الشكل يعني طبعا اكو فرق بين بشر يعني شويه مش انه 100% بس القصد نفس الموجات واضح فهذا اذا نورمال هذا عرفناه النورمال افتهمتوه تمام هسه نفتهم الابنورمال الثاني مو نورمال لا 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 اصبر 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 لما قلت لكم مسافات تكون طبيعي كل شيء يكون طبيعي هسه نجي هذا نورمال هسه نجي على فكره قبل ما اشرح هذا انتبهوا سهله شباب انتبهوا يعني قلنا منو بالقلب المسؤول منو رئيس الدوله منو رئيس وزراء منو الجيش البندرز ومنو الشعب طيب هل تعلمون انه هناك اصلا ماده عازله بين الاتريوم والفنتريكل يسموها كاردك سكيلتون اللي هو عباره عن نسيج ليفي مغطي مقطع كامل فبالتالي ماكو اي وصله
تصل كهربائية بين الأتريوم والفن كارديك سكيلتون عبارة عن نسيج ليفي قوي كارديك سكيلتون نسيج ليفي قوي جدا واضح؟ طيب مين الوصلة راح تصير؟ ما في عنده غير بوابة واحدة هي منو؟ أي في نوت الأي في نوت تستلم الكهرباء ورا ما تجي من الأس أي نوت طبعا الأتريوم أول مكان هو راح يستلم الكهرباء واضح؟ الأي في نوت الأي في نود شوف الأي في نود وظيفتها وظيفتين مهمة ديلي تأخير وإيش الوظيفة الثانية كونداكشن توصيل تمام ديلي تأخير كونداكشن توصيل طيب لو أي وحدة من هالوظيفتين أو كلاهما اختلت صار عندنا شغلة نسميها أي في بلوك انسداد الاي في نوت تمام طيب هسه بلا ما اني راح اتعب حالي واشرح انتم فيفوني هنا مشكله بالتوصيل لو بالتاخير بالفيرست ليش مش بالتوصيل شو عرفت انه ما في عندك بي طبيعيه لان بعد كل بي شو موجود مش طبيعيه عاليه لا 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 بي وين هاي بي ويف طبيعيه شو هاي نفسها شو لا 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 تي ويف كمان طبيعيه لا شو اللي انتو قلتوا تأخير صح بس ليش شوفوا ورا كل بي في كيو ار اس هل في بي اجا وما في ورا كيو ار اس هل الاي في نود وصلت الشحنة لو ما وصلت طب بس ايش صار شوفوا شايفين المسافة هنا هل المسافة نفسها هنا هل بي ار انترفل نفسه السيجمنت يعني زادت يعني اذا ويا الموجة انترفل كاملة واضح هي نفس الفكرة هل شوفوا الطبيعي كان كم لنفرض مربع صغير هنا أنا مربعين صغير صار كمثال يعني ده طبعا ده تلاحظون يعني شو صار بالمسافة إذن الأي في نود إيش عملت أخرتها أزيد من اللازم هذا تعرفون أكثر إيش وقت يصير حالة طبيعية بعض الناس عندهم الأي في نود تعبانة أقل من الناس العاديين عندهم شوية خلل بها إنه أقل فيها يصير إيش أكشن بوتينشل فإيش تأخر أكثر بس توصل بالنهاية إيش توصل واحد ماخذ أدوية تبطئ القلب مرات بيتا بلوكر وغيره مرات ايش يصير عنده تاخير اكثر واضح بس هذه مو حاله خطره فيرست ديجري ممكن تلقاه بشخص طبيعي راح يعيش حياته ولا تحتاج تنطيل ادويه واضح ولا تنطيل ايش ادويه ما في عندك خلل بس فقط ايش بين البي والكيو ار اس صار التاخير اكثر من اللازم ما مفهومه هذه اذا هنا مشكله وين عندنا تاخير دي لي بالفيرست ديجري كيف تعرف يقول لك كلمة إيش prolongation إيش معنى prolongation استطالة prolongation وبس ليه هنا أنا بس كل شيء باقي طبيعي ما في أي تشوه صاير واضح الفكرة هذه طيب second degree طبعا هذا شوي هنا اسمه 221 وغير هذه بأنواع ثانية ما راح أدخل بتفاصيلها هذه second degree بيها تقريبا ثلاث أنواع انت ما راح ندخلك بهالتفاصيل بس هسه شوفوني شنو المشكله هنا في بي ويف بدون ايش بدون كيو ار اس ممكن الاثنين ممكن هنا شغله واحده بس اهم نقطه هنا شنو انه في ايش نسميها ايش ضربه ايش سقطت دروب بيت فول اوت مرات بالكروك يسموها اي فول اوت شنو معناها سقطت فول اوت drop beat fall out لما يقول لك في ايش QRS ممكن زادت المسافة او بقت طبيعية بالحالتين بغض النظر اذا كانت زادت او بقت طبيعية بس ايش صار سقطت ايش ضربة في P wave بدون QRS وضحت الفكرة يعني مرة من المرات الـ AV node ايش عملت ما وصلت بعدين رجعت وصلت بس هنا النقطة الفارقة ايش اسم المرة هو second degree AV blocker هو الحالة يوصفوها انه سقط الضربة سقط QRS تمام نرجع ونعيد شباب كيف تميزوها يا دكتور كيف نعرف شوف هنا الاي في نود ممكن تشتغل طبيعي مرة مرتين ثلاثة طبيعي الرابعة راح الضربة من عندها رجعت اشتغلت طبيعي الرابعة راح الضربة من عندها تتفهمون بهالحالة يعني تشتغل مدة طبيعية ايش بعدين صبيها تسقط ومرات في شنو طبيعي نفسه طبيعي المسافة طبيعية كل شيء طبيعي
زاد اكثر المسافه تزيد زاد زاد وتسقط ضربه. فبالنهايه هنا بالنوع الثاني انه في ضربه ايش يصير فيها؟ تروح. لكن البقيه موجوده بي كيو ار اس فقط ضربه ايش؟ تسقط بين كل فتره وفتره، مفهومه؟ فقط ضربه تسقط. يعني مرات اذا عندنا برولونجيشن العادي ما في ضربه تسقط اكيد، يعني كل بي وراها كيو ار اس. يعني مرات عندنا برولونجيشن ممكن ادي الى شوف النوع هذا لو مثلا البرولونجيشن زادت ممكن تؤدي للحاله الثانيه عادي، تصير الفكره يعني مو هي هنا واضح. بس نفهم النوع الاول ما في ايش ضربه ايش راحت لحالها تمام، كل استطالت صح وايش اجى وراها برا البي كيو ار اس. لنفرض النوع الاول شخص مرض ازداد واستطال وراح الضربه، اذا دخلنا بيا نوع هسه ثاني عفوا تمام 100%، بس مو صعبه ترى سهل. طيب النوع الثالث باعوا البي ويفات، لو جينا نشوف البي ويفات واحد تشتغل بي ويفات واحد، البي ويفات واحد مسافات ثابته بين البي ويفات واحد تشتغل ولك هذا البي ويف الثاني والكيو ار اس، شوفوا بين المسافه شوفوا بس هل في ربط بين الكيو ار اس والبي ويف؟ ما في اي ربط. هذا لحاله ده يشتغل بي ويفات وهذا كيو ار اس ورا مده كيو ار اس. طب واحد يقول يا دكتور ليش هنا انا ما عنده غير حاله واحده صارت، ايش معناته راحت الاي في نوت سموه كومبليت هارت بلوك او ثيرد ديجري. لما تروح الاي في نوت شو بيضيع عندك؟ التاخير لو التوصيل لو كلاهما. فلا راح تاخر ولا راح توصل، راح تشوف شنو. شوفوا اي سي جي بي بي ويفات كثيره ومره طالع لك كيو ار اس، وبعد ورا ساعه طلعت لك كيو ار اس ثاني، مش ورا ساعه يعني ورا مده، مفهوم؟ ليش يا دكتور هيك يصير؟ احنا عندنا نظام بالقلب اسمه نظام ايش المناصب. لو الان نفس فكره رئيس الدوله، سقط رئيس الدوله مين يتولى الامور؟ رئيس الوزراء. طيب راح رئيس الوزراء مين يتولى الدوله؟ الجيش. تمام الاي في نود هنا راحت، مين كان الوصله بين رئيس الدوله والجيش؟ الاي في نود. طب راح ايش سوى الجيش؟ قام يشتغل لحاله واضح. مين الجيش؟ الفنتريكل اللي هو هذول يغذون الفنتريكل. البندلز هذه او الحزم ايش بطيئه جدا، تقريبا الدق بمعدل 35 الى 40 اقصى شيء واضح. فهنا راح تشوف بين كل ايش كيو ار اس وكيو ار اس ثانيه مده طويله لان هذه بطيئه. اما الاس اي نوت فتدق بمعدل 70 كمعدل بالدقيقه واضح. فهنا تلقى شنو بين البي ويفات سريعه وبين الكيو ار اس ايش بطيء. فتلاحظ بي ويفات سريعه بين الكيو ار اسات منفصله. فيقول لك الكيو ار اس 30 لقيناه دقه والبي 70، كيف هذه صارت؟ اذا ايش راحت الوصله اللي هي اي في؟ اذا عندنا حاله الثيرد ايش ديجري. تمام لهنا انا واضح للكل؟ احد يستصعب شيء للكل فاهمه؟ مو صعبه سهله. شو هسه السؤال، هل ممكن النوع الثاني يتحول للنوع الثالث؟ طبعا طبعا. بس شوفوا اللي فكره، شوفوا الفكره. النوع الثاني احنا نعالجه نعطيله دواء تعرفوا اسمه اتروبين، عافيه اتروبين، نعطيله اتروبين حتى شنو شويه ايش يحفزها اكثر النوع الثاني. النوع الثالث ما عنده علاج غير شغله اسمها بيس ميكر اللي هو جهاز نزرع له، والا قلت لك يموت واضح. لان هذا ايش النوع الثالث لو عفته خلاص دم ما راح يخرج. انت تخيل ورا كل ساعه ده يدق لك الفنتريكل، طب وين اللي راح يدخل هايبوتنشن وراح يموت؟ الفيروس بدون ما تعالجه واضح. تمام طيب هذا عند الرياضيين مرات يصير مفهومه، ما ادري انت بتعالج اصلا. ممكن الثاني النوع الثاني ننطي له اتروبين، والاحسن الافضل نحط له كمان بيس ميكر حتى لا يتحول للثالث. نتوقع طبعا ممكن. واضحه الفكره؟ فهسه هذه فهمناها. طيب اخاف لا سامح الله والكروك ممكن يسويها، لا سامح الله. قال لك لو واحد نوع ثالث وقام يغمى عليه اي في نوت، طبعا ما قلت لك نوع ثالث ايش بيصير عنده؟ دمه ما بيكون ايش دم ماشي ضغط عالي. طيب فايش ممكن يدخل ايش اغماء سينكوب. شو بنسمي هذا السينكوب؟ هذه معلومه جتي في الكروك السهلس ما اصور الا تسالوا، لكن لا سامح الله لو جتي. المهم بس نعرف الاسم، لو واحد اغمى عليه بهذه الحاله، اغمى عليه يعني يصير عنده سينكوب اغماء لحظي، يعني من يوقف القلب شو يصير اغماء لحظي على الاكثر تصير ويا هالحاله، طبعا تصير حالات ثانيه. شو بنسمي هذه الحالة؟
اسمها آدمز ستوك آدمز أتاك. مرات بيحطوا اسم إيش فقط في الكروك، تلقى اكتب هسه بالجوجل تلقى آدم، يحطوا لك إيش واحد قبل اكتشفها وصاروا مع بعضهم، صارت مشاكل عائلية. اسمه ميغونغي اسمه ميغونغي، فصار بالأخير بالكروك يستخدمون ميغونغي آدم ستوك أتاك. ما راح أكتب ميغونغي لكن أذكرك واحد ميغونغي، أمام آدم أذكر آدم ستوك أتاك. ميغونغي هو اسمه ميغونغي. تمام. أنا اسمي طيب يلا شباب، هسه نجي على ايش منطقة الايش اللي يحبوها الطلاب. سؤال دكتور، في امتحان في فنجاء سؤال بكره بقول لك في دبل ار الدبليو دبليو هذول. ايه جايب لك، جاي لك عليها انت، ليش خايف على هذه؟ انا حاطها بالشرح لا تخاف. طيب هسه نجي الى ايش تقسيمه يجب ان تعلمها ايش ما دامك في المجال الطبي، فيجب أن تعلمها. ما هي؟ ما هي التقسيمة؟ أفهم. دلل. الأرثمية. أريث. مية. الأرثمية اللي هي عدم انتظام ضربات القلب. واضح؟ أرثمية عدم انتظام ضربات القلب. واحد يقول دكتور هي الأرثمية يعني إلا الهارت ريت عالي بيكون؟ لا. البريديكارديا تعتبر أرثمية. واضح؟ بريديكارديا تكيكارديا القصد. بس اغلب الارثمية ايش؟ ما دام خلال ايش هارت ريت عالي، واضح اغلبها يعني، مو كلها بس اغلبها. الارثمية تنقسم يا اما، لا مش يا اما بريديكارديا، هسا نعرفنا هذا يعني ما راح اهم شيء. يا اما اتريال، يا اما اتريال، ويا اما ايش؟ فين تريك يولار. جاك سؤال مكتوب عندك قدام، طبعا بالكروك اصلا ما في سي جي بيشوفوك كلام، وهذا اصعب طبعا. ليش؟ تخيل انا هذا الموبايل اقول لك، وليش الباثومورفولوجي صعب والاي سي جي صار صعب في الكروك؟ عشان اغلبها ايش كلام. الان اقول لك صف لي هذا الايش التليفون، لو اشوفك يا قبل تعرفه، طب صف لي اياه. انه عباره عن ايش ايفون وله غلاف أسود وفيه فتحة لإيش لعلامة إيش أبل وهناك فتحتين للكاميرا الدوخ ما أكله منصير. طيب فهذا الفكرة واضح، فتكون إيش صعب لأن يوصفوا لك خلية. تخيل هو شاف خلية شافها مربعة مثلثة، يكتب هكسوجينال مدري إيش شفتها أنا في المقطع. أنت لازم تكتب نفس اللي هو إيش هو شافه. المهم فأتريال وفنتريكل واضح. طيب الأتريال شنو اللي يميزها؟ مشاكل وين بالبي ويف. الفنتريكل شنو اللي يمثله؟ كيو ار اس. ان هسه لحين ما تخلصون الطبيه قال لك كيو ار اس ديفورم، اذا وين المشكله؟ فن تري كابس عافية. قال لك بي ويف أتريال. تمام. أبسط شيء راح تحصله. هسه جاي. إذا مفصول شنو نختار؟ ثير. ثير يعني هذه إذا ما في عيار. بس شوف بالثير راح تلقى كيو آر إس مو شرط مشوهة طبيعية، وبي ويف طبيعية، بس إيش فقط المسافة فصلت بيناتهم. واضح؟ تمام. طيب هسه ذكرنا نفهم الفكرة هذه. ليش؟ إذا عندك شوف الشرح هذا راح أشرحه نفسه طبقه على الفنتريكل فقط، شيل البي ويف حط شنو؟ كيو ار اس بس وانتهى. لازم تميزون بالامتحان، شوف بيقول لك كيو ار اس طبيعية لو لا، لأنه ممكن أنت تختار شغلة تطلع بالأتريوم تطلع بالفنتريكل أو العكس. فروح شوف الكيو ار اس شو بيقول لك على الكيو ار اس. يقول لك مثلا was not deformed، حط الكيو ار اس يعني طلع الفنتريكل على صفحة، فكر بالأتريوم. وضحت الفكرة؟ مفهوم؟ حتى تكون ايش خياراتك أسهل أقرب للصح. فهسه نجي شنو عندنا بالأتريوم؟ سامعين مصطلح فيبريليشن؟ عندنا هذه الشغلات. طبعا أنا ما راح أشرح كل الأرثمية اللي تصير بالأتريوم، يعني هي ما شاء الله عيد وتخلصها. فأنا أشرح الأكثر يسألوكم إياها الأكثر شائعة. عندنا أتريال فيبريليشن، هذه أشياء وايش عندنا بعد؟ اتريال فلتر وايش بي اس في تي
هو يا دكتور صار في مختصرات انا اكره هذا الشيء. هسه نجي نفهم ايهما اسرع رفرفة او حركة، جناح الذبابة ام جناح الطائر؟ جناح الذبابة. يا عوف الذبابة انتوا ما حد. الناموسة ولا الطائر؟ من يطلع يسوي لك صوت بالليل؟ ليه؟ هو طبعا هذا الصوت مش انه الناموسة بتسوي لك بتصيح عليك مثلا. جناح رفرفة عائلة بالالاف، مفهوم بالالاف، واضحة الفكرة؟ ايش الناموسة؟ ايش تسموها انتم؟ ناموسة واضحة اللي تجيك في الليل وتحب دائما تجيك في الليل. مين يعرف؟ بس سؤال، مين يعرف عطاير؟ مين يعرف الناموسة ليش تحب تجيك في الليل؟ اسأل لا على ثاني اكسيد الكربون. ايه تعرف على ثاني اكسيد، بتعرف انه موجود كائن حي هون وتجي تاخذ لها وجبة شاورما وتروح. لا 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 على ايش؟ على ثاني اكسيد الكربون. فالمهم تاخذ الصبوي لا فالمهم فخلنا نرجع على المثال، خلنا نرجع على الفكرة. فهسه شوفوا الأتريوم إذا وصل من سرعة الانقباض لدرجة بدأ يرجف، شو بنسمي الحالة؟ فبريليشن. واضح؟ يرجف. فلتر جناح الطائر، يعني إيش؟ بيرفرف، يعني السريع لكن ابطا من ايش؟ من الفبريليشن. ينفرف. راح اعطيك مثال وتفهمه. هذا ايش؟ فبريليشن. فلتر. واضحه؟ طيب تمام. شوفوا الفبريليشن حتى تميزوا، الفبريليشن موجات غير منتظمه. شو يعني؟ ما في اي انتظام بيناتها. طبعا وين تصير؟ قلنا هنا المشكله بالاكيو ار اس لو بالبي. هذه اتريال، من اسمه ات بي. فهنا انا ماكو بالحالتين نو بي ويف. نو بي ويف دكتور كيف نو بي ويف؟ انا اعرف انه في بي ويفات كثيره، ما صار اسمها بي ويف. شو صار اسمها؟ اف ويف، اللي هي موجات رجفانيه يسموها. كان في عندنا كان في عندنا بي ويف اللي هي الطبيعيه اللي جايه من الايش؟ من الاس اي نود اللي احنا نعرفناها كلهم، شكلها جميل وصاعده ونازله. طب انت تخيل صارت رجفه بالاتريوم، الجهاز ايش راح يسجل لك لما يسجل؟ خرابيش. ما راح يسجل لك بي ويف، واضح؟ مش انقباضي، هذا خرابيش صارت. شو راح يسجل لك؟ موجات صاعده نازله، صاعده نازله. ايش اسمها؟ اف ويف، فبريليتري ويف. اف ويف يسموها على الاول اسم. فراح يصير عندك ايش؟ اف ويف. خلينا نكتب اف ويف. بس شو اللي يميز؟ شوفوا الاتريال فيبريليشن جناح الطائر مدى يرجف اكثر ايش؟ استقرارا واكثر انتظاما. هذا الفلتر ايش بيكون؟ ريكيولار ريثماتيك. واضح؟ من يقول لك كلمه ريثماتيك معناها ايش؟ منتظم، يعني القصد واضح. طب تكون سريعه بس منتظم. سريعة بس منتظمة، يعني ورا الكيو ار اس موجود بمسافة محددة والكيو ار اس ثاني، والبي ويفات كمان بيناتهم مسافات محددة. واضح؟ ما تختلف، بس سريعة، يعني بي ويفات صارت أكثر بشكل مشوه وسريعة، لكن مش خرابيش ورايحة وجاية ولا تعرف راسك من رجلك معها، مفهوم الفكرة؟ طيب الايش؟ الاتريال فبريليشن ايش بيكون؟ الريجيولار. ايش معنى الريجيولار؟ غير منتظم. ريثماتيك. واضح؟ تمام؟ غير منتظم. واضح علينا أنا؟ طيب حلو. هسه نجي نشوفكم إياها، لأن لما تشوف الصورة بعد ما تنساها. هذه شو تتصورون؟ هذه خرابيش. في بي طلع لي بي ويف سليم. طبعا هذه تي ويفات مش بي ويفات. لا يا شباب، باع 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 مسافات ما شاء الله، ومسافات صغيرة ومسافات كبيرة. هذا منتظم. طب ايه الريجولر وما في بي ويف؟ شو بيكون؟ فبريليشن. تمام. بس دكتور كيف يجي في الامتحان السؤال؟ راح يقول لك الريجولر او اريثماتيك ويف وذ ايش؟ وذ نو بي ويف، ما في بي ويف. والريجولر يقول لك غير منتظمه، ولقينا ممكن يكتب لك اف ويف او يكتب لك اياها. بس انت تعرف اكثر هذه شنو؟ اتريال فبريليشن. واحد يقول لي دكتور الهارت ريت 100 ولا 50 ولا؟ الهارت ريت بالحالتين عالي، ممكن يوصل 200 250 بهذا الامور. واضح؟
بس انت ما راح تميز الحالتين بيهم ايش هارت ريت عالي. طب هذه كمان هارت ريت عالي واضح. طب ما راح تميز بهالطريقه مفهوم. الفبريليشن ممكن يكون هارت ريت اكثر من الفلتر بس مو هو هذا اللي يميزهم واضح. كيف نميزهم؟ واحد منتظم واحد. طب هسه هذا منتظم انتوا شوفوا بعينكم حكمه. لا مش منتظم. لا كيف مش منتظم؟ لا البي ويف هذه مسافه بعدين بي ويف ثانيه بعدين بي ويف ثانيه وتقريبا المسافات منتظمه صح شوي هناك وتاخير بس تقريبا على العموم المسافات ايش منتظمه. والبي ويف ويا البي ويف ويا البي ويف هل بيناتهم خرابيش زي هيك؟ بس العدد تبعهم ما العدد لا شو اي لا هذه مكبرة انا مكبرة مش انه دقات اقل ولا اسرع هذه مكبرة وانا جايب صورة مكبرة يعني بس الهارت ريت عالي كمان هنا انا واضح. انت مو هسه تاخذ انت ما راح اجيب لك صورة بس تفهم الفكرة من عنده تمام. فهنا أنا هذا بيكون اكثر انتظاما ريجولا زائدا ايش زائدا انت تشوفون البي ويفات هذه بي ويفات طبعا هذه كلها بي ويفات واضح. بي ويفات بس ايش شكلها متشوه ما تسمى بي ويف هذه ايضا هي فلتر ويف بس تلاحظون انه موجود لها شكل زي ايش شايفين هذا الشكل زي ايش اسنان المنشار شايفيها زي اسنان ومنتظمه اذا تلاحظون شوفوا ثلاثه منتظمه تشوفون مسافات منتظمه بيناتهم واضح. طب ايش هذا اللي يكون ريجولر زائدا اسنان منشار ساو تيث شايفين فيلم ساو؟ لا ما شايفين. دكتور شو الأفر قلنا عليه قبل شوي؟ شو؟ الأفر قلنا عليه قبل شوي. يعني بي ويف مشوهة لدرجة ما راح نسميها بي ويف. يعني هاي مش اف هاي. بالي كمان هذه فلتر ويف هذه يسموها. فلا تخاف من كلمة اف ويف واضح. بس الفكرة هنا أنا لو قال لك تشبه أسنان المنشار وريجولر إذا هذا إيش عندك فلتر. طب قال لك الريجولر وما لها شكل محدد. فبري ليشن واضح. بس الحالة يعني كيو ار اس طبيعي مثلث صاعد واضح ما في عندك تشوه للكيو ار اس. اي طبعا بس يقول لك كيو ار اس ايش طبيعي. روح شوف الكيو ار اس لان ممكن مرات يصير عندك فبريليشن فلتر بالفنتريكل هي مو فقط عندك اتريوم انت عندك ايش فنتريكل هذه الارثميات ممكن تصير ايضا وين بال احنا ايش تكلمنا على الاتريوم واضح. المشكله كلها كانت وين بالبي ويف والحالتين يعني يقول لك نو بي ويف ما في بي ويف هذا اللي يميزها وضحت للكل. مالتي فوكال هذا انا خاله بس مو كلش مهمه. شنو القصد مالتي فوكال؟ انت عندك اس اي نود وحده تخيل صار عندك اربع اس اي نودات بالقلب صار ايش مالتي فوكال يعني ايش انت صار عندك 15 رئيس جمهوريه. البي ويف شوف مره طالع على فوق مره طالع على تحت مره طالع وجبتين بي ويف واضح. فلما تلقى بي ويفات كل وحده شكل يقول لك ايش بي ويف الاولى ديفورمد مثلا بشكل معين صاعده لفوق بي ويف الثانيه نازله لتحت البي ويف الثانيه عندها دبل بيك يعني صاعدتين. طب هاي ايش معناها يعني عندك اكثر من اس اي نوت شو نسميها مالتي فوكال يعني شنو متعدده الاقطاب واضح متعدده البؤر. فهذه ما تصور تنسلون عليها لكن خالها بس كمعلومه. شو انزل لكم الصور عادي يعني مو فد مشكله تمام. اصلا هي نزلت على جروب يمكن من امبارح في صور نزلت واضحه هذه اللي هنا. طب بس خلينا نسوي لكم اختبار يلا اسالكم وانتم تجاوبون. A patient مريض comes to the clinic جاك على العياده ان شاء الله يصير عندكم عيادات comes to the clinic and you find in the ECG P wave in a rate 70 and QRS in the rate 70 but there is prolongation of P R interval. عمر تسمو P Q طبعا بس هي P R الماشية أول كل شيء طبيعي كل شيء قلت لكم 70 ب 70 وين الموضوع ولا قلت لك سقط الضربة فقط قلت لك ايش استطاله انت انا عرفت بس قلت لكم في 70 قلت ايش ثالث طيب نفسه اجاك البيشنت بعد يومين وهالمره لقيت there is no connection between P wave complex and QRS complex ماكو اي ربط بين ال P wave وال QRS complex fair ما تخاف من الكلام افهمها fair تمام هذه الثير وراح تجي ترى من الصيغه واضح
راح تجمعوا اللي يقول لك يا 30 70 من هالامور صارين طير التفهيم. طب قال لك 30 هذه وهذه 70 هذه سهل عرفتوها فيها. طب قال لك there was prolongation. شوفوا الكلمة أصبروا. There was prolongation بال PR أو PQ نفسه يسموه interval. And suddenly there is a drop beat. ثاني عفية في drop beat الثاني واضح هنا أنا؟ طيب حلو 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 هذا تفهموا هذا تفهموا. طيب what is the name of syncope in third degree AV block؟ نوع ايش اسم السنكم بالثير ديجري؟ ادمز ادمز اي ماجونجي ادمز توكت. طيب هسه نجي وي فايند ان الاي سي جي اوف ا بيشنت هو هاد ستروك ذير از نو بي ويف وذ ا ريجولار ويف اند هارت ريت اوفر 300 اند كيو ار اس وير نوت ديفورمد. الريجولر فيبريليشن تمام. وليش تتروك؟ لان قلت لك جماعه الاتريوم ايش بيصير عندهم جلطات. طيب وهذا بالفعل اسئله هيك مكتوبه تروح تفتح اليو اس ار تلقاها هيك مكتوبه كلها. طيب بس تقول احنا بابلك روك كمان نجيك هيك لا حبلك يعني خلصان منه. طيب patient come suddenly complaining of palpitation اللي هي احساس بالايش and you find in the ECG there is no P wave. أصبروا. Heart rate was over 200 and you saw teeth appearance in the ECG without deformed in QRS. Flutter. And there was a regular heart rate. واضح؟ Flutter. تمام؟ خلاص. Regular. بعد هذا الأحد. هذه بعد قضينا عليها. طيب خل نجي ونشوف إيش طريق قدرتكم الاستنتاجية. نفس الأمراض راح نقلبها بنتريكا. هسه راح أقول لكم السؤال. A patient comes. There was increasing in the heart rate. دكتور هسه increasing in the heart rate كل شيء ما فادتني. ما هي بالفعل هو 3/4 الأرثميات increasing in the heart. طبعا الفبريليشن على العموم هي الهارت ريت بيكون عالي جدا أكثر من الفلتر. بس ما أريدك إنه هيك تحفظها لأن ممكن تطلع هذا ECG هذا مو ما ينحفظ بهال بالسرعة. واضح؟ انت مو الا كل سياره سريعه مشغله تربو مثلا. واضح الفكره حسب التصاميم. فالمهم نفس الفكره. طيب هسه قال لك patient comes to the clinic with severe hemodynamically unstable. شو يعني عنده مشكله ضغط دم and you find in the ECG wide QRS with heart rate over 250. يلا شو الجواب؟ 250 P wave normal QRS wide. مشكلة بالفنتريكل ولا اتريوم؟ بالفنتريكل. ايه خلاص بالفين فنتريكل. شو صاير عندك بالفنتريكل؟ لما الفنتريكل يصير سريع شو بنسمي الحالة هذه؟ شوفوا لا 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 القصة في الايش في الاي سي جي تبدأ كذلك. قصة احنا شنو قصة الانسان؟ يبدأ جنين ينمو يكبر وايش بعدين يصير بيه؟ بعدين يهرم بعدين ايش يصير بيه؟ قصة الموجة بالاي سي جي او قصة الايش بالاي سي جي. طبعا بالاي سي جي احنا ايش عندنا؟ اول ما انت ايش عندك هارت ريت طبيعي نسميه ساينس ريذم اللي طبيعي هذا تبعك 70 ل 100 ساينس ريذم اسمه ساينس نسبة للاس اي نود لما تكون هي قائدة. لما تسمع كلمة ساينس إذا الموجات كلها سليمة يا أما صاعدة تيكيكارديا أو براديكارديا أو نورمال. بس لما تسمع كلمة ساينس واضح كلمة ساينس حلوة معناها إيش؟ كل الباقي نورمال. فقال لك ساينس ريذم يعني إيش؟ طبيعي ماشي على الطبيعي. ساينس تيكيكارديا شو يعني؟ صار فقط زاد الهارت ريت لا تشوهت موجة ولا أمور خربطت ولا بلوكات ولا. طيب ساينس بريديكاردي فقط نزلت الموجات نزلت عن 60 صعدت عن 100 واضح بس تمام. واضح هذه الحياة أول ما تبدأ ساينس تكبر بعمرك لا سمح الله بيصير عندك ممكن أرثميات تبدأ فلتر تتحول ممكن إيش أتريال فلتر بعدين أتريال فيبري ليش يصير عندك ستروكات بس تعيش مشلول لا سمح الله طبعا. طب واحد حظه تعيس في الحياة أول ما صار عنده خلل صار بالفنتريكل أول خلل
الفنتريكل هل نسميه ساينس لما تجي شغله من الفنتريكل؟ هل رئيس جمهورية ده يقود له جيش لحاله؟ هنا عندك خلل، لا صار عندك خلل كبير. فهنا ما فيش ساينس من الفنتريكل، واضح؟ طلع الساينس، كلمة ساينس غلط من الفنتريكل، لأن هي أصلا مش من الاسينود. الفنتريكل ده يشتغل لحاله من الاي في نود أو على أكثر من ايش، البندلز، هي البندلز على حالها تشتغل. فساينس تاكيكارديا هي لما تصير تاكيكارديا من البندلز، اسف مش ساينس، غلطت، فنتريكولار تاكيكارديا لما تصير عندك تاكيكارديا مصدرها من وين؟ من البندل. فش راح تشوف؟ راح تشوف موجة كبيرة طلعت من الفنتريكل، فيسوها وايد كيو ار اس، واضح؟ كبيرة طلعت من وين؟ من الفنتريكل، شوهت لك الكيو ار اس، لان هذا مو مسار الطبيعي للكهرباء، تمام هذه الفكرة؟ ويصير الهارت ريت عالي، تمام؟ هذه يسموها فنتريكولار تيكي كارديا. أسرسم لكم اياها. طيب هذا المريض ما تعالج، عارف الفنتريكولار تيكي كارديا ايش راح تتحول؟ فنتريكولار فلتر، راح تصير موجات تشبه هذه الموجات تبع البي ويف اللي تشبه اسنان المنشار بس كبيرة، لان هذه من الفنتريكل، واضح؟ ولا في بي ويف ولا في كوارس ولا في تي ويف، كله راح يمسح. ليش؟ الموجة الكبيرة تأكل الموجات الصغيرة، واضح؟ طيب عرفنا الفلتر، خلي يعيش على الفلتر، ايش راح يتحول؟ فنتريكولار فيبريليشن. واحد قال دكتور انا عادي خليه على الفنتريكولار فيبريليشن، راح تسمع هذا صوت توت بالاي سي جي، ايش هذا؟ اسيستول، مات، راح، واضح؟ فهسه عرفنا قصه الايش، قصه الاي سي جي، واضحه؟ فبني يقول لك من الكيو ار اس شو معناته؟ من الفنتريكل. فكل الارثميه اللي ايش من الفنتريكل يصير بيها ايش مشكله بالكيو ار اس، واضحه الفكره؟ عندنا فنتريكولار تاكي كارديا، ايش راح يصير عندك؟ شوفوا بهذا الشكل، راح تشوف كيو ار اس سات بهذا الشكل خارجه كبيره مشوهه والهارت ريت عالي، واضح؟ بس كيو ار اس سات ايش تكون هذه؟ وايد كيو ار اس، تقريبا الهارت ريت يصل هنا لل 200 ممكن حدود، واضح؟ هارت ريت عالي. شو عالي؟ واسع، واسع. لما مشكله بالفنتكل صرت تشوه بالكيو ار اس حسب انواع اللي ممكن تشوه باي شكل معين، واضح الفكره؟ بس شوفوا هنا باعوا هنا ايش ايش فنتريكولار تيكي كارديا كيو ار اس مشوه، بس شو طبعا انا ما راسمها مضبوط، المفروض يكون ايش ريجولار، واضح؟ بيكون ايش ريجولار، يعني مكان ما مثلث صار كبير بس ايش ريجولار، واضح؟ كيف هذا تيكي كارديا؟ اي تيكي كارديا عادي، صح، بس بيكون ابعد. مو انا راسمه، انا مش راسمه صعدة، تفهموا؟ مش ابعد، انا راسمه، هذا رسم ايدي يعني مو 100%. اصبر جايك اسال، بروكسيمال مش بروكسيمال، جايك اسال جايك. ففنتريكل تاكيكارديا، واضحه الفكره هذه؟ طب ليش اشرح لي؟ ممكن تجيكم هاي الاسئله، ما جاي قبل فنتريكل تاكيكارديا، ممكن تجيك اسئله. طيب هذه ريك يولر. طيب لما يصير عندك فنتريك يولر فلتر، الهارت ريت يصير كمان عالي اكثر من الاول، وشو يصير عندك؟ موجات تشبه ايش؟ اسنان المنشار بس ريجولار، ها، سو تيث وكيو ار اس مشوه وريك يولر. واحد يقول كيف افرقها عن التاكيكارديا؟ التاكيكارديا اقل الهارت ريت تقريبا، وايش شكلها اكبر، ما في سو تيث بالتاكيكارديا، واضح؟ اما الثانيه الفنتريكولار ايش؟ فلتر، هارت ريت عالي ومنتظم، لكن يبدا ايش يتحول الى ايش؟ تشبه المنشار. طبعا انت كل ما راح تتقدم الحاله راح تسوء، هذه راح تتحول الى هذه، هذه ايش راح تتحول بعدين الى فنتريكولار فيب ريليشن، راح تلقى هذا التخطيط ويا ستار لو شفت هذا التخطيط. الصور واضح ما يراد بعد يعني فكره. مع كيو ار اس نورمال هذه تصل، شوفوا تصل لل 200، تصل لل 200 ممكن، واضح؟ تصل لل 200، بس قلت لك الهارت ريت هنا لا تاخذه كدلاله، هنا يقول لك الكيو ار اس مو نورمال بس واسع فقط، بس مو شكله شكل المنشار، واضح؟ صار شكل المنشار ايش تحولنا؟ فلتر، موجه اصغر تصير، مفهوم؟ طيب صار خرابيش مثل هذه، ايش تحولنا هسه؟ فبري ليش؟ هنا لا عندك هنا كيو ار اس واضح ولا؟ هذا يقول لك هايلي ديفورمد، هايلي ديفورمد، يعني كلش متشوه الكيو ار اس.
والهارت ريت هنا ممكن يوصل 300 واكثر، واضح؟ وهذا هذا ميت، هذا لو هذا وراها يتحول الى خط مستقيم اللي هو اسيستول، يعني ما في اي ريت كهرباء. خلاص وضحت الفكره هذه؟ راضي اتذكر الاتريال فلتر ايش الادواء اللي نعطيه اياها؟ ادويه هذه ما راح ادخل بيها، لكن اجبر ننطي الاتريال فيبريليشن، ننطي الاسبرين وغير حتى نمنع الجلطات، واضح؟ وننطي عندنا ادويه ثانيه اللي هي دواء اسمه اميدارون حتى يوقف هذه الحاله. انا ما ابغى ادوخكم بيها يعني. الانتي ارثميك هذه يعادلها يعني سلسله ثانيه ان شاء الله. واضحه الفكره؟ طيب فهمنا هذه كلها. هسه نجي على سؤال هوايه تنسالون بيه على الكروب. شغله اسمها اكتوبك في، شنو معنى كلمه اكتوبك باللغه العربيه؟ هاجره. ايش معنى هاجره؟ يعني ايش؟ اكتوبك اكتوبك نفسها، شوف كلمه اكتوبك نفسها اكسترا سيستول. ضربه زياده، هي اكتوبك اكسترا سيستول. شو يعني ضربه زياده؟ ضربه زياده، شنو ضربه زياده؟ طلع لي هذا كان في عندنا بي ويف زائد في النياتي. لا لا اسمع هسه هسه جايك 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 صح شباب. الضربه الهاجره اللي هي ضربه زائده، احنا عندنا خط مسار اس اي نود اي في نود بندلز، هذه مرات عضلات القلب المفروض ما هي تروح تسوي نفسها رئيس جمهوريا لحالها، مرات عضلات القلب تقلب هي تنطي كهرباء خارج المسار العام، واضح؟ شو نسمي الضربه هذه؟ اكتبك بيت. تخيل انت بس اصبر اسمه هسه اكسترا، هو اسمه هسه هيك تفكر لي هسه ايش دخل الاست اكسترا سيستول، يعني سيستول اضافي، يعني شنو ضربه اضافيه بس. طيب. بس هي هاي ضربه هاجره. وش البيت هذه؟ البيت هي ضربه يعني. طيب شباب ويا انتم الان المفروض الكهرباء تطلع من وين؟ من الاس اي، لنفرض جزء من الفنتريكل او جزء من الاتريوم، قرر هو يتحول اس اي نود وينطي كهرباء، راح ينطي ضربة هاجرة ممكن، واضح؟ ضربة ايش؟ خارج النطاق الايش؟ الخدمات، واضح؟ هذا نسميها اكتوبيك بيت. يعني انت مرات في الـ في الـ في, الـ في الـ عندكم مثلا انت جزء ملاقي هالشيء لما تداوم، في عندك ايش؟ في عندك مرات واحد من اصحابك مثلا انتوا قاعدين تتكلمون في موضوع معين، وهو على الخط مباشرة دخل قال مثلا ايش صار بالسيارة، او ايش مثلا ايش صار بال مثلا انتم مالكين منسف، ايش صار بالمنسف مثلا اليوم يعني، وما في منسف يعني، ايش يدخل على الخط مباشرة دون ما، ويدخل بموضوع ما له علاقة بالمواضيع اللي كنت تتكلم فيها، شو بتسمي هذا؟ هذا هذا اكسترا توبك اللي بيدخل مواضيع ما لها داعي، واضحة الفكرة؟ هي هذه الفكرة. طيب هذه يا اما تطلع من الايش؟ من الاتريوم، يا اما تخرج لك من وين؟ فنتريكال. شلون تميز شنو الفرق بين الاتريوم والفنتريكال؟ الكيو ار اس والبي وين؟ لما يقول بي اتريوم وكيو ار اس، لما يقول لك شوفوا كيو ار اس طبيعي صارت ضربه هاجره، صارت قال لك ضربه زايده اكسترا سيستول اكتوبك ضربه هاجره، بس الكيو ار اس طبيعي، اذا من وين منشاها؟ من الاتريوم. ضربه هاجره بس الكيو ار اس مشوه، من وين طلعت؟ بس وانتهى الموضوع. صعبه قلت لي يمكن طلع من الفنتريكل بي احتمال. اي ما هو اي ما هو قلت لي شوف الاتريال من العظم صح الاكتوبك البي ويف طبيعي. شوف شوف شباب شباب انتبهوا، باعوا لي على هذه الصوره شباب، باعوا لي على هذه الصوره، انتبهوا وياي، باعوا لي على هذه الصوره، انتبهوا وياي. ها بس افهم اذا هو طبيعي بكون ما في طبيعي. شوف انت شو تريد انت طبيعي بياهو؟ انت تقول اسمعني اسمعني، هو شنو قلنا اكتوبك بيت؟ شنو معنى اكتوبك بيت؟ ضربة هاجرة، ضربة زيادة، يا إما تطلع من الأتريوم أو فنتريكل، تمام؟ متفقين على هذه؟ إذا طلعت من الأتريوم يصير تشوه بالكيو ار اس؟ لا طب. إذا طلعت ضربة من الفنتريكل، من راح يتشوه؟ كيو ار اس وبس. طيب باعوا على هذا السؤال، مو مشكلة، باعوا على هذا المثال اللي بنعطيكم إياه. شوفوا ضربة هاجرة طلعت بالنص، واضح؟ هاي الضربة الهاجرة، إذا تشوفون البي ويف مقلوبة للأسفل، واضح؟ تشوه صار بالبي ويف وضربة طلعت لحالها، هل تشوه الكيو ار اس؟ لا، فقط اجتني ضربة في غير موعدها، واضح؟ بس هذه، إذا هذه من وين؟ هذه مرات تصير عادي، ممكن أشخاص تصير عندهم، ومرات عندهم بعض الأدوية ماخذية، ومرات عندهم مشاكل في خلايا القلب، واضح؟ فإلها هواية، مرات احتشاء القلب يسويها مرات، يعني هواية عندها أسباب، ما لها سبب واحد. طيب شو؟ ها ليش بعدها ما في ضربة مباشرة؟
القلب لما تطلع ضربه هاجره بيصفن بيقول لك منين طلعت لي هالضربه اللي بياخذ فتره بيحاول يجمع اوراقه ايش هذه الضربه طلعت لعنه. قلت لك انت تخيل انت قاعد في جلسه واحد دخل على الخط مباشره مو راح يصير سكوت تتبعون ايش بيتكلم انا ما. بعدين ترجع تفهم الموقف الله اعلم هذا حسب الاشخاص واحد تقول مره او تصير مره او مره تروح شوف شلون لا لا مش الا دبل بيك هذه عوفها ما دبل بيك شباب انتبهوا وياي انتبهوا وياي انتبهوا وياي هسه بالفنتريكل شباب شباب بس انتبهوا انتبهوا هسه حتى خلصوا لكم اس جي تاخذون استراحه انتبهوا وقفوا الجهاز صار في يكتب يلا شباب يلا شباب ويا انتبهوا شباب شباب الان الفنتريكال الفنتريكال انتبهوا الفنتريكال صار في ايش طلعت في ضربه هاجره كيف تكون شوفوا هذه ضربه طبيعيه ضربه طبيعيه ضربه ايش صارت ضربه في النص هاجره بس ايش شوفوا طب طلعوا لي بي ويف وينها ليش لا مش الموجة الكبيرة آها خلاص راحت صح راحت 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 البي ويف بالنص مفهوم مش شرط يصير دبل آر متشوه الكيو آر اس وخلاص متشوه واضح مو إلا متشوه فهسه افتهمنا طبعا القلب شوية أيضا أخذ فترة استراحة نشوف الوضعية إيش صارت هذه الفنتريكل خطرة ليش لو استمرت واحدة ورا الثانية ممكن تتحول فنتريكل تاكيكارديا وتدخلك فلتر فبريليشن طوت موت افتهمنا هذه الفكره خلاص سهله مو صعبه لا 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 اوقف اوقف بس نخلص كم فكره هسه اعطيكم بريك هسه حتى خلص الموضوع وخلاص حتى يعني دكتور عبد الله يعطيكم افكار خلص ايه تخلصون حتى خلاص ما نرجع خلصت يا ما في صعبه شباب اجتي في الايش في الاتريوم اكو مرض اسمه اس في تي او بروكزيسيمال تاكيكارديا اكيد شفتوا بروكزيسيمال تاكيكارديا بروكزيسيمال سوبرا هي اسمها فنتريكولار تاكيكارديا شنو معنى بروكزيسيمال معناها باللغه الانجليزيه شديد هذا معنى بروكزيسيمال شديد شديد يعني تاكيكارديا مو طبيعيه شديده واضح سموها سوبرا فنتريكولار تدرون هذه شو وقت تصير الان في نوت تنطي كهرباء للفنتريكل ولا للاتريوم فنتريكل هنا الاي في نوت شو بتعمل قالت لي يا رئيس الجمهوريه انا بنطي قرار مع قرارك كمان شو بتعمل الاس اي نوت ترجع على الاتريوم كمان تنطي كهرباء فليش اسمها الاتريوم فوق الفنتريكل تمام فليش صار اسمه سوبرا فنتريكل لان يعني جاي من جوه لتحت صاعده كهرباء واضحه فهذه راح تسوي لك مشكله في القلب راح يزيد الهارت ريت واحد يقول لي دكتور ما هي كلها زاد فيها الهارت ريت ايش اللي يميزها وين البي ويف هنا انا واضحه بي ويف لو رايحه بالتي هنا أنا تندمج البي ويف مع التي ويف في هاي الحاله لان خربطه صارت لان جت اي في نوت كهرباء معاكسه فتجي التي ويف مع البي ويف هذه لو لقيتها شو بيقول لك بالسؤال هارت ريت عالي ما هي كلها عاليه بس ايش بيقول لك بيقول لك اوفر لا اوف تي اند بي ويف او يقول اصبر شو اصبر اصبر لحظه هذه موجوده ده تشوف البي ويف والتي ويف موجوده كل شيء طبيعي صح كل شيء طبيعي وريجولر هذا شنو هذا ساينس تاكيكارديا هنا انا فقط عندك ايش تاكي كارديا يسموها ساينس تاكيكارديا فقط زايد الهارت ريت طب انت شلون قدرت تميزها بالاي سي جي هذه ما فيها بي وهذه هنا ايش فيها بي وكل شيء تمام هسه واحد يقول لي دكتور السؤال اللي جانا قال لك عندك هارت ريت عالي وبابيتيشن اللي هو شنو خفقان الحالتين تسوي خفقان ما انت عندك الحالتين هارت ريت عالي وتسوي خفقان كيف لعد يا دكتور اجاوب سؤالكم بالكروك يحتمل الجوابين ساينس تاكيكارديا وبروكزيسيمال تاكيكارديا واضح لازم انتوا خلوا بروكزيسيمال اللي هم على اكثر مقربين بس شوف حتى يسوون السؤال نفسه دقيق راح يقول لك في الاي سي جي شفنا
there is overlap T wave. T wave كبيرة ما أكل البقية. أو يقول لك P و T مدموجة. طريقة يقول لك إياها. مفهوم؟ أو يقول لك شغلة معينة ما بتصير بغيرها بس بهذه. بس SVT supraventricular أو proximal. شغلة تصير بس هذه. تتذكرون الفيغاس نيرف؟ اللي هو parasympathetic؟ الفيغاس نيرف كل الأرفميات ما يعرف يعدل. إلا منو؟ هذه supraventricular proximal. إلا هذه يعرف يعدلها. يثبط الاي في نود ويرجعها طبيعي. فهاي شنو تقدر تعالجها بدون دواء؟ شلون تسوي له شغله اسمها كاروتيد مساج. هذه كاروتيد مساج. فهذه اللي يميزها دواء عندها بس هي تستخدم وياها دواء اسمه ادينوسين. وايضا الحاله الثانيه علاج بدون دواء اللي هي ايش؟ كاروتيد تيد مساج. مش هي كل التكيكاردي يعني. مفهوم الفكرة هذه؟ فهسه لو قال لك سؤال مريض تعالج بدون أي دواء فقط بالكاروتيد مساج، إذا شنو كان عنده؟ عافية باروكزيسمال سوبرا فنتريكل تاكيكارديا. قال لك اعطيناه الأدينوسين وصار كويس، إيش؟ نفسه باروكزيسمال. هذه يقولون أو يقول لك الأوفرلاب تي وتبعها. واضحة الفكرة هذه؟ أحد تشكل بها لو كلها فهمتها. الثانية مجرد زيادة بالهاتريك، ما في أي شيء ثاني يعني، بس اللي هي تاكيكارديا عادية ساينس تاكيكارديا. واضح؟ طيب بس على السريع شباب، إذا لقيت بالامتحان ST depression، إذا أنت شنو عندك؟ myocardial infarction. طيب ST depression يعني نازل ST لتحت، واضح؟ هذا المقطع إيش صاير بي؟ نازل لتحت. طب لو طالع لفوق، إذا عندك ST يسموه elevation. إذا شو معنى هذه؟ ischemia. إذا عندك إيش؟ angina pectoris. واضح؟ تمام؟ طيب شو بعد وقتها؟ خلاص بس بقى هذه وولف باركنسون وقت. شباب بالنسبة لهذا اجى سؤال عليه بالكروك مرة، تمام؟ شو بيقول لك؟ انت بالقلب هذا القلب، من الرابط بين الفنتريكل والاتريوم؟ اي في نود. هذا الاي في وهذا الاس اي. طيب الكهرباء المفروض كيف تصير؟ تمام. هل في ربط مباشر بين الاتريوم والفنتريكل؟ لنفرض واحد صار عنده خلل جيني والكاردك سكيلتون هذا اللي قلت لكم عليه اللي هو ايش اللي حاجز جزء منه ايش صار فيه؟ مقطوع ثقب فيه. يلا شباب انتبهوا بس يا ياسر، خلص الفكره تاخذون بريك. المفروض المسار هذا الطبيعي، تمام؟ ايش صار فيه؟ ثقب صار ينزل. الان تخيل الكهرباء قامت تجي من مسار الاول ومسار الثاني، هذا الاول وهذا الثاني. اذا ايش صار عندك؟ صار عندك ايش؟ صار عندك اكسترا باثوي، مسار اضافي اكسترا باث واي. ايش راح يسوي لك هذا الاكسترا باثوي؟ شوفوا الاي سي جي المفروض قلنا تتذكرون البي ار انترفال، بي ار انترفال، هذا المسافه بين الايش؟ بين هذه والكيو ار اس، تمام؟ المفروض بالطبيعي ايش قد تقريبا 0.1 من السكند. هسه ما راح ارجع عليه بس حسين. الآن إذا زادت عرفنا AV block. طب إذا قصرت كيف ممكن تقصر؟ الـ AV block ده توصل أكثر لو في مسار خارجي ده يوصل الكهرباء أسرع. هذا المسار ما عنده تأخير، هذا مو AV node. إيش بيعمل؟ يوصل مباشرة الكهرباء. فش تلقى الـ P wave مباشرة بعد إيش صاير وراها؟ QR S. فهذا إذا عندك إيش؟ توصيل أسرع حتى بالسندروم هذا إيش يسميه؟ طبعا مو قاعد أدري أرثمية. هذا إيش يصير يسموه؟ short PR interval. short PR interval. طبعا اكيد short PR interval، تمام؟ هذه short PR interval. وايش راح يصير وياها؟ طبعا هنا حتى ارسمها دقيق، هاي الموجة الخارجية راح تجي تدخل على الفنتريكل، يعني شو راح تصير؟ راح تلعب لك بالQR. شو راح تضيف لك بالQRS؟
هذا الكيو ار اس الطبيعي المفروض كان يكون نفرض بهذا الشكل. راح اضيف لك موجه صغيره قبل بدايه الكيو ار اس بهذا الشكل، راح اضيف لك موجه صغيره، واضح؟ مثلثه الشكل. شو مثلث باللاتيني؟ دلتا. فهذه راح يصير وياها ايضا شغله اسمها دلتا ويف. فلو لقيت سؤال بي شورت بي ار وبي دلتا ويف، اذا خيارك شو راح يكون؟ وولف باركنسون وايت سيندروم، يرمزوا لها ب دبليو بي دبليو، واضح؟ فهذه لو لقيت هذه، اذا عندك وولف باركنسون وايت سيندروم. مفهوم الفكره هذه؟ واضحه للكل؟ اي هذه خلاص بس. يلا شباب خذوا لكم بريك على السريع وتعالوا.